اليوم ان شاء الله غادي نصوبو سليلو. المقادير اللي عندنا، عندنا كيلو ديال الطحين، كيلو د اللوز، كيلو د الشلشلان، 300 غرام ديال الزبدة، 150 غرام د العسل، 250 غرام ديال السكر كلاصي. ممكن نستغناو على هاد السكر كلاصي ونديرو الكل عسل. المقياس اللي غيولي تاع العسل هي 400 غرام. عندي شوية المسكة، معلقة صغيرة عامرة ديال المسكة حرة، 50 غرام ديال حبة الحلاوة، و50 غرام د القرفة، و50 غرام ديال النافع، كلهم مدقوقين ومغربلين. غندير معلقة صغيرة الجوزة وقبسات الملحة، وعندي 300 مل ديال زيت العود. انا شعلت الفران على 390 فرانيت باش ندير فيه الدقيق يتحمر. قبل ما ندخل الدقيق للفران يتحمر غادي ندوزو في الغربال. وغادي نديرو في الفران يتحمر، ومرة مرة غادي نحركو حتى ياخد اللون ديالو مذهب ونخرجو. صافي نعاود نردو، راه تيرفد شويه الطياب. الدقيق ملي كيدخل الفران كيتكور وتيولي بحال المربعات، خصنا نحلوه. حنا كنحمرو نحلوه حتى يولي كله هكا باش يجي ساهل في التحمير، ونحركو ونردوه تاني واحد 10 دقائق، 15 دقيقة تاني، ونرجعو ليه تاني نقلبوه. لا فيه شي كوارين نحلوهم حتى يولي كله لون واحد ذهبي. الدقيق ديالنا هو يتحمر، راه استغرق وقت اكثر من ساعة في الفران مع التحريك، كل 15 دقيقة نحركو حتى ولا في هذا اللون ها هو وطاب ولا لونه ذهبي. دابا نخلوه يبرد عاد نغربلو. اللوز ها هو غادي نسلقو ونقشرو ونقليه. نغطي عليه بالماء ونردو يتسلق. ويا الماء سخن بزاف عليه، راني جربته لقيتو صافي ولا كيتفسخ. صافي منخليهش حتى يولي غالي.
شفتو غادا نبدا نقلي فيه. اللوز نقلي في الزيت بارد. غنديروش كلو، غنقسمو على جوج القياس لها تزليا نقلا وصافي. باش يطيب من الداخل ويجي مقرمش. دابا غنحيد اللوز. الجلجله غادي نحمرو غير في المقله ونوجدو للطحين. دابا راني سايره نصهد فيه على العافيه، ما خصوش تكون العافيه حاره، وحتى ملي نمسو نلقاه ولا حامي بحال هكا صافي ونطفي عليه. صافي الجلجلان ديالي هو واجد، راه ولا كروستيوم اللي تتنضغي تترطق بسنانك. صافي نخليه حتى يبرد عاد نبدا نطحن. غندير الزبده دابا تذوب باش نحيد منها هذاك الحليب اللي فيها، تولي شويه قريبه للنوازات. الزبده ديالي هي طيبتها حتى ولات بريسك بيغ نوازيت، انا ما نخليهاش تولي قهويه بزاف. المهم الحليب كله اللي كان فيها ما بقاش، ولات الزيت قطره ديال الزيت. المقادير ديال سلو هاني وجدتها كلها، الدقيق حمرتو ها هو برد، اللوز حمرتو حتى هو قسمتو على جوج، النص غادي نهرمشو والنص نطحنو مزيان، والجلجلان تا هو قسمتو على جوج، النص غادي نطحنو مزيان والنص غادي نهرمشو. غادا ندوز الدقيق في الغربال. دابا غندق المسيكه مع شويه الملح. دوزها في الغرفه الثانيه. غادا ندير النافع 50 غرام هنا راه مغربل، حبة الحلاوة حتى هي 50 غرام، والقرفة حتى هي راهما مطحونين ومغربلين. وندير واحد المعلقة ديال الكوزة، معلقة صغيرة. دابا غنهرمش اللوز، هاد النص تاع اللوز
دابا غنهرمش هاد النص ديال الجلجلان يعني. دابا غادي نطحن اللوز مزيان حتى يولي بحال العجينه. غنزيد عليه واحد شويه زيت العود من هذوك جوج كيسان اللي عندي باش يطحن مزيان. هاد العملية باش ما نزيدوش الزيت كتير تساعدنا كاع اللوز كيخرج هداك الزويته اللي فيه وكتساعدنا على جميع العجينة. دابا نفس الطريقه الجلجلان هذا النص اللي عندي حتى هو نفس الطريقه غندير له بحال اللوز. حتى هو غندير له شويه تاع الزيت من هذا الزيت العود اللي عندي باش تطحن دغيا. دابا غنسخن شويه العسل لان عندي قاصح مع البرد نطلقه شويه عاد باش نخلط السلو ديالي. نقص عليه العافيه باش غير يذوب شويه ماشي يغلى. انا بغيتو شي سخون انا بغيت غير نطلقو شويه ما يبقاش قاصح. هذا دابا ما بقاش قاصح وما سخنش بزاف غير بحال دفيتو. دابا يمكن ليا نخلط بيه.
دابا غادي نعجن بيدي باش نخلطو ندلكو مزيان. باقي ما زدتش الزبده، هي تنخلط و تنبدا نزيد. دابا غنزيد الزبده، دابا غندير هذا اللوز المهرمش والجلجل المهرمش. هذه هي التخليطه الاخرانيه، تخلط مزيان عاد نجمعوه في بواطات ونديروه في الثلاجه. السليلو ديالنا هو وجد، وبالصحة والراحة وعواشير مباركة مسعودة.